مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون. من المواقع الإخبارية كلها تتساءل لماذا لم يتم الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين لدى الحوثيين؟ من هي الأمريكية التي تلقب بعاشقة الفضة اليمنية؟ أما في الأخبار المنوعة، ابن لاجئ عراقي يتولى منصب وزير في بلجيكا ويقرر طرد اللاجئين. اعتقد أقارب الصحفيين أنهم سيرون أبنائهم ضمن المفرج عنهم، لكن الحوثيين لم يفرجوا إلا عن 5 منهم فقط، فيما أعادت الأسر المنتظرة في مطار سيئون بأحزانها بدلاً من أبنائها. ويتساءل المشاهد نت، لماذا لم يتم الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي؟ يقول عبد الله المنصوري شقيق الصحفي المعتقل توفيق المنصوري: نحن نعلم لماذا استبعدوا الصحفيين، فالحوثيون متمسكون بهم أو بهم لأنهم يخافون من الصحفيين ويخشون الصحافة والإعلام، لكن طرف الحكومة لا يدرك أهمية الصحفيين. يضيف عبد الله: عندما نسأل الطرف الحكومي عن قضية الصحفيين يقولون بكل بساطة وبرود دم: الحوثي لم يوافق. فنقول لهم: إذا كان الحوثي موافقا، ما الداعي لإجراء مفاوضات ومشاورات؟ بالتأكيد هو غير موافق. يضيف المنصوري: الوفد الحكومي لم يقم بدوره ولم يتحمل مسؤوليته على أكمل وجه، فريقهم لا يعرف على ماذا يفاوض. التوقف عن جمع الحطب، كانت هذه واحدة من امتيازات العيش في المدينة، لكنها لم تعد كذلك. الآن الكل يجمع الحطب في الريف أو المدينة، أو كما قال مالك أحد المخابز في مدينة إب علي العديني لموقع بلقيس: أنا حطاب والمرأة حطابة، وعنوان الموقع. بدلاً من المشتقات النفطية، الحطب وقود الأفران والمخابز في مناطق سيطرة الحوثي. بوجه يتصبب عرقاً يواصل الرجل تقطيع الحطب، وهو يتمتم بتلك الكلمات السابقة مبدياً تذمره من الحال الذي آل إليه اليمنيون ككل. في حديثه لبلقيس يشكو العديني صعوبة الوضع والمعاناة التي يتجرعونها جراء انعدام الديزل وبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، ما دفعهم للبحث عن الحطب. وتستمر أزمة الوقود في المحافظة الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في التفاقم، جراء انسداد أفق الحلول واشتداد الخلاف السياسي حول واردات الوقود إلى ميناء الحديدة بعد تراجعها بشكل كبير منذ يونيو الماضي. وفقا للموقع، يبلغ سعر الصفيحة 20 لترا من الديزل 20,000 ريال، وهو السعر ذاته للبنزين. ما وراء تعيين سفير للنظام الإيراني لدى جماعة الحوثي؟ يتساءل السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان في مقاله الذي تنشره بلقيس وجاء فيه: تعيين سفير لجماعة الحوثي لدى طهران كان بداية كشف الأوراق على نطاق أوسع، غير أنه سرعان ما جمد الموضوع إعلامياً لامتصاص أي رد فعل بالرغم من استمرار التعيين. حينذاك كانت إيران تدرس ردود فعل المجتمع الدولي تجاه خرقها لقرارات الأمم المتحدة وتحديها لإرادة اليمنيين بتدخلها الفج في شؤونهم الداخلية. بتجميد الموضوع إعلامياً تضاءلت ردود الفعل، لكن التعيين تم وشكل خرقاً لقرارات المجتمع الدولي رافقه صمت عجيب. كان خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم القاضي بتوفير الشروط الضرورية لمواصلة وقف الحرب في كل الجبهات وصولاً إلى ترتيبات ملائمة لعملية السلام بمثابة استجابة لحاجة إيران المتعلقة بدوافع خاصة بترتيب أوضاعها الدولية بعد وقف العمل باتفاقية مشروعها النووي من قبل أمريكا. انكسار الحوثيين في مأرب والضالع قلب الطاولة على إيران، وخاصة حينما أخذت جماعة الحوثي تتخبط ويشتد الضغط عليها على أكثر من صعيد، وهو ما حدا بالنظام الإيراني إلى استخدام آخر أوراقه واللعب على المكشوف بتهريب أحد جنرالاته إلى صنعاء لتسميه سفيراً
بينما مهمته هي إدارة التمرد الذي بدأ يتفكك وتنخر الصراعات أجنحته المتعددة. لا تكمن المسألة هنا في انتهاك النظام الإيراني للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فهذا ما لا توليه إيران اهتماماً منذ أن بدأت بتوريد السلاح والإعداد لإغراق اليمن في كارثة الانقلاب والحرب. المسألة هي أن إيران قررت أن ترمي بكل ثقلها لتحدي إرادة اليمنيين في إحلال السلام والاستقرار وبناء دولتهم. ما قامت به إيران هو تحد ينم عن خطة لاتباع خطوات تصعيدية قادمة. هذا التحدي الذي لا يجب أن تتوقف مواجهته عند مستوى مطالبة المجتمع الدولي بالإدانة، وإنما في العمل على تغيير المعادلة. في ديسمبر 2014 وفي قاعة مكتبة الكونغرس وقفت امرأة تلقي محاضرتها عن الفضة اليمنية. كانت ترتدي لباسا يمنيا تقليديا تكسوه تطريزات متقنة، وتزين معصمها الأيمن شمليات فضة. أشارت إلى الحزام الفضي الذي يتدلى من على كتفها: لقد جلبت هذا الطيار معي من ريمة. المفاجأة أنها لم تكن يمنية، فمن كانت؟ يعلق موقع أنسوم: الأمريكية مارغوري رانسوم عاشقة الفضة اليمنية. تنشط مارغوري رانسوم كأحد أبرز الباحثين الأجانب المهتمين بالأزياء والفضة اليمنية، ولا تتوانى عن التعريف باليمن وتراثه التقليدي في أي محفل أو مكان تتواجد فيه. أقامت العديد من المعارض ما أسهم بشكل كبير في فهم الثقافة اليمنية. مطلع العام 1966 وصلت الشابة الأمريكية اليمن لأول مرة رفقة زوجها ديفيد رانسوم في مهمة دبلوماسية، ولم تكن تعرف ما الذي يمكن توقعه في البلد الذي ما يزال يعيش مرحلة ما بعد الثورة. اعتقدت أن الأمر سيكون صعبا بالنسبة لدبلوماسية وهي الوحيدة في بلد مسلم محافظ. تقول: أنت لا تعرف أبدا ما الذي ستراه هناك أو تختبره، إلا أن مخاوفها سرعان ما تبددت حين رأت الترحيب من الرجال والنساء. في تعز استقرت مع زوجها حيث كان مقر السفارة الأمريكية هناك. كنا نعيش في منزل حجري ونجلس ليلا على شرفتنا لنشاهد الأضواء تعلو وتنخفض على جانب جبل صبر. أنهت المرأة فترة عملها الأولى عقب مغادرتها اليمن، تنقلت في عدة دول، وعندما عادت إلى اليمن مرة أخرى في 75 كانت تمارس مهامها كملحق ثقافي وإعلامي في السفارة الأمريكية بصنعاء، لكن ظلت الفضة اليمنية وصائغها عشقها وهاجسها الدائم. تقول: غمرتنا السعادة لتولينا مهام مشتركة مرة أخرى في اليمن. وأردفت: عندما عدنا في المرة الثانية كان اليمنيون يديرون بلدهم بأنفسهم، وأصبح هناك نهضة. كان من اللطيف أن يزورنا اليمنيون في منزلنا مقابل شارع الزويري، وكان لدينا مفرج، واعتدنا عرض الأفلام على الشرفة الكبيرة خارج غرفة المعيشة الخاصة بنا عندما يكون الطقس جيدا. في 2009 كانت رانسوم قد انتهت من رحلتها البحثية حول الفضة اليمنية، لتكون النتيجة كتابا توثيقيا لما توصلت إليه حول المجوهرات الفضية اليمنية باللغة الإنجليزية بعنوان كنوز فضية من أرض سبأ. في جولتنا بين الصحافة الفرنسية أو بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لوموند مقالا للكاتبة هيلين سالون حول ما اعتبرته تبادلا تاريخيا للأسرى بين المتحاربين في اليمن، معتبرة أن العملية تمت لسبب آخر غير ما هو معلن. وقالت في جزء من مقالها الذي ترجم لصالح قناة بلقيس: على مدرج مطار صنعاء في اليمن استقبل المئات من المتمردين الحوثيين على السجادة الحمراء وسط ضجة كبيرة أحدثتها فرقة موسيقية، بينما أقلعت طائرات لإعادة مئات المقاتلين الموالين للحكومة الشرعية إلى عدن وسيئون داخل اليمن وأبها بالسعودية. شرعت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون في تبادل مئات الأسرى. لقد استغرق الوصول إلى هذا الاتفاق وقتا طويلا، لأن السجناء ينظر إليهم من قبل كل طرف على أنهم ورقة مساومة للحصول على تنازلات من الطرف الآخر بشأن قضايا أخرى، حيث يجدون صعوبة في التسوية. يحلل بيتر سالزبوري من مجموعة الأزمات الدولية: أطلق سراح 15 سعوديا
وأربعة سودانيين قاتلوا في التحالف العسكري بقيادة الرياض. وبحسب خبير مجموعة الأزمات الدولية، فإن السعودية قدمت الزخم النهائي ودفعت الحكومة اليمنية إلى صفقة لأنها أرادت إطلاق سراح هؤلاء السجناء. وقال مسؤول حكومي إنه يمكن التفاوض على المزيد من حالات تبادل الأسرى هذا العام، مضيفاً أنها ستضم أربعة شخصيات حكومية من بينهم اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس. يأمل مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث أن تمهد بادرة حسن النية هذه بين المتحاربين الطريق لاستئناف المحادثات لتسوية النزاع الذي خلف أكثر من 110,000 قتيل، معظمهم من المدنيين، وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة. وقد تلاشى هذا الاحتمال أكثر مع استئناف القتال، لا سيما في محافظة مأرب شرق صنعاء. وفقاً لعبدالغني الإرياني، طالما تقدم الحوثيون على الجبهة الشرقية فليس هناك فرصة لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات، مفتاح السلام بيد السعوديين. لكنهم يشعرون بالحاجة الملحة للتفاوض قبل الانتخابات الأمريكية. إذا خسر الرئيس دونالد ترامب فسيكونون في وضع أسوأ للتفاوض. القضية الجنوبية صارت قضايا، آخرها مطالبات لما يعرف بإنصاف أبناء عدن. وفقاً لصحيفة عدن الغد، هل آن أوان طرح القضية العدنية ضمن أي حوار سياسي يمني؟ وفقاً للصحيفة، تتحدث أدبيات الحركة السياسية التي تبنت القضية العدنية عن تاريخ الانتهاكات والحقوق الضائعة لأبناء عدن. ففي عام 1967 ترك الإنكليز المدينة التي احتلوها وقاموا بتسليمها لغير أهلها ممن بسطوا سيطرتهم عليها وعلى مقدراتها ومؤسساتها وشركاتها وحتى منازل مواطنيها وممتلكاتهم. يشير منظرو القضية العدنية منذ عقود إلى أن من تسلموها سعوا إلى القضاء على كل ما يميز مدينة عدن عن قراهم. يعتبر عدد كبير من المحللين أن القضية الجنوبية هي امتداد للقضية العدنية، غير أن ثمة إصرارا على عدم الاعتراف بهذه الحقيقة. ويضيفون أن ما لحق بعدن بعد الاستقلال عن الاستعمار البريطاني يشبه إلى حد كبير ما لحق بالجنوب بعد حرب صيف عام 1994، سواء من حيث المظالم الحقوقية أو أعمال النهب. ويؤكد أكثر من محلل أن ما يشعر به غالبية الجنوبيين الآن شعر به من قبل غالبية أبناء عدن من ظلم لحق بهم وبهويتهم وممتلكاتهم بدواع وحجج مشابهة لحجج النظام السابق يومها. لذا يقترح محللون على من أراد أن يعرف ماهية القضية العدنية، فأسهل الطرق لها هو معرفة حيثيات القضية الجنوبية واستبدال مصطلح الجنوب بمصطلح عدن. قبل 80 عاماً اتخذت الولايات المتحدة قراراً مأساوياً بالسعي إلى الهيمنة العالمية، وقد تجاوز عمر المشروع الغرض منه. أياً كان الرئيس المقبل للولايات المتحدة فإنه لن يقرر مستقبل دور أمريكا في العالم. هكذا بدأ ستيفن فيرتيم مقاله المنشور في نيويورك تايمز، وقد ترجم المقال علاء الدين أبو زينة. قبل 80 عاماً بينما كانت تستعد لدخول الحرب العالمية الثانية، اتخذت الولايات المتحدة خياراً مصيرياً ليس بالسعي إلى تحقيق التفوق العسكري فحسب، وإنما بالحفاظ عليه لفترة طويلة في المستقبل أيضاً. وهذا القرار المأساوي حتى في ذلك الحين أصبح الآن مقعداً وسبباً للجمود. لقد جعل قادة أمريكا ينظرون إلى الهيمنة المسلحة على أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تتواصل الولايات المتحدة من خلالها مع العالم. الآن يتوق كلا المرشحين لمنصب الرئيس إلى استعادة قوة أمريكا المدعية لنفسها الصلاح حول العام 1945، السيد ترامب بترشيحاته للجنرالات باتون وماك آرثر، والسيد بايدن بتعهده بالدفاع عن النظام الدولي الليبرالي لما بعد الحرب. وهذا الحنين إلى الماضي هو بالتحديد سبب عدم قدرتنا على مواجهة مشاكل اليوم التي ترجع في أصولها إلى أعظم لحظاتنا كأمة. بينما تحدث روزفلت كانت الولايات المتحدة آمنة ومزدهرة ومهيمنة إقليمياً، أما الآن
بعد أن أثبتت القوى الشمولية كونها قادرة على تحقيق السيادة في أوروبا وآسيا، فقد بدت قيادة نصف الكرة الغربي وكأنها عزلة، بل وحتى سجن. لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تبشر بالدخول في عالم جديد وأفضل ما لم تحصل على القوة العسكرية اللازمة لفرض سلطتها. وحتى لو أن النازيين فشلوا في تحقيق الأسبقية والهيمنة، فمن هو الذي قد يحاول تالياً؟ من الآن فصاعداً ستحمل الولايات المتحدة السلاح ليس من أجل إلحاق الهزيمة بالطغاة اليوم فحسب، وإنما أيضاً وبشكل خاص لردع مستبدي الغد. كان هناك وقت اعتقد فيه الأمريكيون أن الهيمنة المسلحة أعاقت وأفسدت المشاركة الحقيقية في العالم، ناهيك عن كونها أساسه. لكن ذلك الاستبصار دفن وانتهى، وربما أصبح الآن أبعد الذاكرة الحية تقريباً، لكنه ربما لم يذهب جملة وتفصيلاً. في يوم من الأيام عام 1970 وصل رجل عراقي إلى بلجيكا، كان مطارداً ويبحث عن وطن بديل. قبلته بلجيكا وعاش فيها حتى رزق بمولوده سامي. لماذا نهتم بقصته؟ ذلك لأن سامي تعين وزيراً في بلجيكا، وبدلاً من ترحيبه بمن هم مثل والده اتخذ أول قرار وهو طرد اللاجئين. نطالع من الدي دبليو. بلجيكا، ابن لاجئ عراقي يتولى منصب وزير الهجرة واللجوء. وفقا للموقع، فقد أكد الوزير نيته في زيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة ملفاتهم من بلجيكا. ولكن هل يريد فعل ذلك حقا؟ لقد أوضح المسؤول الشاب بعد تعيينه فورا عزمه على إثبات حزمة في ملف الهجرة غير الشرعية وترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم. ليس هذا فحسب، بل إنه يعتقد أن عمليات الترحيل التي نفذت في البلاد لا تزال قليلة. قال أيضا إن عدد المراكز المغلقة سيصبح أكثر في بلجيكا، وإن المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد سيرحلون عبر تلك المراكز. توجه هذا سيؤدي إلى طرد أكثر من 100,000 إنسان، معظمهم سودانيون. ترى لو كان هناك وزير مماثل له عام 70، ماذا كان سيحل بوالده؟ يقترب علماء روس من ابتكار كمبيوتر كيميائي عصبي يحاكي دماغ الإنسان. تقول صحيفة الشرق الأوسط إن علماء في مركز الكيمياء بجامعة بلطيق الاتحادية في كالينينغراد ابتكروا أول كمبيوتر كيميائي عصبي في العالم. الجهاز يعمل على غرار مبدأ عمل الشبكات العصبية التي تشكلها الخلايا العصبية في دماغ الإنسان. والعنصر الأساسي للكمبيوتر هو مذبذب دقيق، أي خلية بحجم حوالي 0.1 مليمتر. وفقا للعلماء، فإن سلوك الكمبيوتر سيشبه السلوك الذكي للكائنات الحية. مدير مركز الكيمياء فلاديمير فانانغ قال إن الغرض من التطوير هو التجسيد التجريبي للمفهوم النظري للحاسوب العصبي الكيميائي في جهاز صغير حقيقي. وأوضح فانانغ أن الاختراع سيطلق عليه دماغ كيميائي وليس كمبيوتر، كما ستفوق سرعته سرعة الكمبيوتر العادي. أفضل صور عام 2020 نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، سنعرضها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. أخيرا مجموعة من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها صحف ومواقع اليوم. نتابع.
بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.